حياكم الله مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية في حلقة جديدة من برنامج حظك حلو مع فاطمة قيدار. شلونكم؟ اشتاقيتونا، اشتاقينا لكم وافتقدناكم. جينا اليوم للمنصور بين الرواد وبين أبو جعفر المنصور، نسولف ونتشاقى ويا أهلنا وناسنا، ننطيهم هدايا أكيد مقدمة من معمل إشياء. وتعالوا وياي، حلقة راح تكون دسمة وحلوة كالعادة لين أنتم بيها. يبرد ويرتب الجو، يومك أحلى وكلش أشهى، خلي ببالك دوم الشيوم، حل حياتك وتعم طبيعي، عيش دقائق بإنك حبة ضيعة، جرب شو من أول مرة رح تلقى الفرحة كل مرة، شياو تاني كلش مناسب، أنت اختار وكون الكاسب، كلنا هنا حبين الشيوم، نكهات عجيبة وكلش واو، حل حياتك وتعم طبيعي، عيش دقائق بإنك حبة ضيعة، جرب شو من أول مرة رح تلقى الفرحة كل مرة. هلا بشياو البارد، ايس كريم يا بجامد، لجل عيونك اشتري واحلم بك وانا قاعد. بس حلوه بنت بس شنو يعني من حقيقي احلى. داني دا أقول رجعنا وياكم رجعة حلوة، طلعت خالة أحلى مني. هل أنا حلوة أو مو حلوة؟ خبري صدق؟ جنيني. أنتي هم حلوة خالة. يعني أبو عليك بالهذا، أتمنى أشوفك في اليوم. عمري يا أمي أنتي. شوفوا كلها شوفوها وهاي. صحة وعافية. صحة وعافية. ما تدرين إيش قد فرحت بكلامك. الله يسلمك. والله العظيم. تبتي. يا أمي شلونك؟ على الله الحمد لله. منو أنتي؟ مصطفى. مصطفى. مصطفى إيش قد عمرك؟ 29. صغيرة؟ اي مزوج. انت زوجتي على كبر لو صغيرة؟ لا على كبر. دا اقولي انا ولدك صغار. اي اي مو احسن راحت بال؟ اي والله الرجال وراك وراك. اي اي والله شوي ريحتي راسك ان شاء الله تزوج. اي اي سعد بنية. ما شاء الله. وبنتي هم عندي بنية هم الزوجة. زين خالة انت جيد عمرك؟ هسه مالي 67. يا امي وابوي صحة وعافية. الله يسلمك. خالة بعدك صغيرة ليش وجهك متعوب؟ عيشتنا كانت صعبة. يعني صدق بعدك صغيرة يعني 67 يعني 70. ربي يعني ما يعني ما صايرة 60 سنة بعدك. لا لا. اي بين ما كبرتهم بين ما هاي كسر الظهر عليهم وصلتهم دراسة. زين شنو وصلوا؟ وحدة مساعدة طبيب مال اسنان. ما شاء الله. الاخ محامي. ما شاء الله. الاخ شو اسمه ادارة اعمال. ما شاء الله. اي الله يستر عليهم. الله يسلمك. زين خالة ابوهم وين؟ ابوهم همين يعني هم يشتغل موجود. اي لا الحمد لله. شلونك وياه؟ الحمد لله. تحبينه؟ اي غير ابو البيت. بس لان ابو البيت قابض قابض شيء الصدق. اي لا والله والله يا عمرك هو كله بالبيت يعني مسواقه كله يجبني متحمل مسؤوليه. اي خطيه. اي هذا لازم. اي لا لا لازم غير يتم. ما اطلع دلله. اي الحمد لله والله. اذا تسعلين هو يرضي شلون انت ترضي؟ ايه ماكو زعل اصلا ابد. ليش يعني اثنيناتنا هو يجيب المسواق اني اطبخ وتيجي بس عندك المسواق والطبخ ماكو مشاعر تزعلين عليها؟ لا لا ما تسوى. بس احنا كبرنا وهيك بعد الامر خلاص عليك الله. والله ليش خلاص انتهى بعد العمر بدايته؟ لا والله شنو انت ترجعين تحاول بعد 50 بعد انتهى العمر. ليش؟ اي والله انت نوبه ناعمه وحلوه وتخبلين هيك بوتوكس على على فيلر على شد بشره ترجعين لوز. يا الله والله العظيم سعي مني انا بنتك. لا والله ترجعين لوز. تخوم اسنان؟ ايه هي تخبلين. انت تقولي زوجك من جديد؟ لا زاد تقول ليش بنتك بعدين بنتك هي مساعده طبيب اسنان. اي انت تقولي انا عاتبها تشوفين امك بعدها صغير اروح اسويها لوز. لا ما خلى مره تقولي تتوسل بي. عاد روحي روحي الحجي يتزوج عليك. لا ما خلي يتزوج. شنو ليش يوم الظهر تقولي يما ابويا داري داري
قلت لها شو داري منه؟ ليش؟ قلت يلا هسه شوف لو واحدة لبنانية لو سورية. قلت يلا لا تقبرني بنت عمي. يلا يقبرني بنت عمي عادي. لا ما يصير تفرطين بي. لا فقير جدا. عادي؟ اي. تفرطين بي؟ لا لا. والله. يا عمري خالة. عايزة نرجع الموضوع ناني حلوة لو لا؟ خبليني تجنني؟ صدق؟ حبيتيني؟ هواية. يا عمري خالة. والله تشجعيني تعطيني طاقة. والله والله تعطيني حمام يا عمري تنطيني حماس انه اكمل الحلقه واتحمل الحر والناس والزحمه والطريق. اي خطيه الله يساعدك يا والله يا يمه والله يعني هنيان رزت عليك صدق والله والله متحيني لين حيشوف الحلقه صدق عشان غير اشوف الحلقه غير اني مرتي يلا ان شاء الله انا راح اسوي نفسي ما داعي لا كلش حلوه والله هنياله هنياله عليك بعد بعد شو اقول بعد بدلي جهد بعد غير هني على جنني اي بعد وكافي كم لحيتي هذه هديه مقدمه من معمل الشياف شكرا كلش فرحت بشوفتك حبيبتي انت انت الهديه والله دول وجهك عادي اخذ كم سنه سنتين اشبع منك وانطش لاهلك قولوا الله والله امانه الله والله اخذك انا اموت على النسوان الكبار احب سوالفهن احب حنيتهن احب دعوتهن احب اللي المره اللي من قلبها تنطي لولدها ما تنطي لولدها لان هي خلفتهم لا هي شيء تنطي عطاء دعاء محبه تسال الله يحب ولدي لا صدق اموت عليهم الله يحفظ هو انا هذا تعبي وكبري كله على ولدي الله يحفظ الله يسلمك هاي هديه لك تسلمي اللي بعداني حلو حد شوي اشيل خشمي على حمزه يو جنين تقول اشيل خشمي على حمزه سمع سمع حلوه اتجنن سمحت هاي يعني شيل خشمي اي شيلي لا خشمي انا كلش فرحت بشوفك حبيبتي قلبي مع السلامه الله يسلمك اشوفك ان شاء الله على الرجال يروح يتزوج خلي اخذ سوريه قولي له زوج خلاص احنا يعني مع الوطن العربي ونحب الدول المجاوره بس ما ننطي زلمنا على كيف اي والله صدق اي والله شنو خلي اخذ سوريا ولبنانيه على راسي السوريات واللبنانيات الله يموت علي اوكي سي طاقه إيه والله الحلقة الجاية لقات فول إن شاء الله حبيبي مع السلامة مع السلامة قلبي باي أحرك الله في دول وجهك يوم يا يما يا يما الحلقة تبشر بخير هاي الحلقة مو هي الخير بنفس هاي الحلقة شكرا لكل الناس الموجودة خلف الكواليس الحمد لله والشكر أول ما نبلش حلقة بالعادة ومثل كل مرة الناس تبدي تكون موجودة يمنا تحبنا وتحب وجودنا تحب تسولف ويانا يعني الله يساعدك مساء الخير مساء الورد مساء الورد الأحلى إعلامية يشهد العراق شكرا تسلم رحمة قناة الفلوجة وأنا أحد رابطة مستمعي أم الإذاعات إذاعة جمهورية العراق على رأس أي أنت إعلامية يشهد إلك وبالآونة الأخيرة اللي شهدت الموجة الغريبة عليك إحنا نزلنا منشورات ضد هاي الحملة والعين مو كقناة الفلوجة أنت إعلامية يشهد إلك وصاحبة مواقف جميلة وكل برامجك اللي تقدميها بالصورة الجميلة رحم الله والديك شكرا والله خدي داعمين إلك تسلمك أنا وعائلتي بالعكس يعني ندعمك وكنت أنا كسائق تاكسي أمنيتي ألتقي بيك على رأسي أنا أتشرف لا تستفزني أنزل للشارع والله شك سائق تاكسي سوي لقاء والله أنا على رأسي كل سواق التاكسي وكل الفئات اللي تشتغل يعني فاطمة قيدار اسم يشهد إلى التاريخ رحم الله والديك من ينذكر فاطمة قيدار ينذكر بالمحافل العربية ومحافل المحلية اللهم لك الحمد الله يحفظك شكرا والله خدت يعني كبيرة كل كبيرة الله والديك شكرا وندعي لك بالنجاح لا تهتمين للأعداء أعداء النجاح أنت ناجحة بكل المواقف والله العلي العظيم أحكي لك إياها وحصرتني العبرة والله أنا أني من كثر ما أني خجلت ما أعرف شنو الله يحفظك والله العظيم والله العظيم انت يعني كل الحروف قليله بحقك وندعي لك بالخير انت والعائله وزوجك العظيم اللي انت نشوفه بالفيديوهات وبالفيس رحم الله والديك تحياتي لك وربي يحفظك ويسر عليك بحق محمد والي محمد خجلت والله خجلت لا بالعكس انت والله انسانة راقية وكبيرة واعلامية فاطمة قيدار هاي لسانها هيجي لعلع الحلقات كما اعرف اجاوب فاطمة قيدار اجمل انسانة واجمل اعلامية شكرا ممنونة الله يحفظك هذه هدية الله يحفظك ما راح اسألك سؤال انا هي اكتفي بهذا ربي يحفظك ونورتني
انت النور كله. سلمي على العائله. يوصل ان شاء الله. ارسلوا عندي النت كان فتحت ومحمد ابني والله يقول اريد اتمنى التقي بفاطمه قيدار. الله عليك سلمي على محمد. يوصل ان شاء الله. ان شاء الله اشوفه. ان شاء الله. مع السلامه. تحياتي لك ممنون منك. مع السلامه حياك الله. كل الهدايا اللي تقدم على راسي. عمو شلونك؟ هلا عمو شلونك؟ شو اخبارك؟ والله الحمد لله بخير. الله يجعلك يا رب بالخير. ابو منو؟ انا ابو حمزه. ابو حمزه. عشان الجمهور يضحك مو انا. ابو حمزه سوي لي عله اسم حمزه وابن اختي حمزه واجي للشغل حمزه وعاد يمك الواسطه. شنو اخبارك عمو؟ الله يعلى عم محمد الحمد لله بخير. الله يجعلك يا رب. كلش قد تجي هنا تبيع البالون؟ خلينا زمن شويه. انا لا مو دائما يعني بالاسبوع ثلاث ايام اربعه. تبيع الكل يلا ترجع؟ لا مو شرط يبقى شو اسوي له؟ ويفشن مو؟ لا رجعهن صاحبهن. مو هذا اذا ينفخن ثاني يوم. الله يرزقك ويفتح ابوك. الحمد لله. شوفك بخير عمو. خير رجعني يصلني. الله يخليك. هم مثل بنتي. الله يحفظك ويرزقك ان شاء الله. هذه هديه مقدمه لك من معمل الشياء ومليون عافيه عليك. شكرا جزيلا. الله والديك الله والديك الف هلا عمو حياك الله الف هلا. هلا وعيني. شلونك؟ 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 حلو. الله يسلمك. الله رازقني اليوم بوجوه حلوه. الله يسلمك. كل النسوان هاي العبايه انا اعرفها. اي هاي نفس عبايتي. اي اي. اختي قالت لي. شفتوا متابعاتي شلون يشترون الاشياء اللي انا انشرها؟ اعرف هاي العبايه من ينزل للعبي. اي اشتريتها. صح؟ اشتريتيها اونلاين لو رحتي لا بالفيس هم جابوا لي توصيل مجاني. بالبيت توصيل مجاني؟ اي تسوي لهم اعلان اكثر مني. بس شنو علي؟ قطعه تخبل احلى من علي. الله يسلمك. مليون عافيه. ادري شو لابستها انا يونيك الحلو. كان طلعنا انا وياك شم طقميه. شلونك؟ الحمد لله يسلمك. وين ساكنه؟ بالوشاشه. حياك الله. كل قد تجين تتمشين تغيرين جو؟ والله مو سوى كل شهر كل اسبوعين هيك نجي نغير جو. شو اسوي؟ ولدي كبرتهم وزوجتهم قلت خلنا نشوف نفس الشيء غير جو. غير الك غير جو. اي والله الك عيشي حياتك. تدري بالحقيقه انت احلى؟ الله يبشرك بالخير. لا تونسي العد هوايه. احلى احلى لو احلى شويه. لا لا كلش حلو صارت على محمد مو تصوير. يا عمر ليش بيه التصوير؟ لا مو هالقد يعني شي طلعني طالعه هسه احلى. سمره يطلعني حمزه؟ اي اي والله سمره تطلع. ليش حمزه؟ ليش؟ والباقي؟ يا واقي تستعمني. شو ما متابعتني زين يومي اقول بنات هذا الواقي منها هذا الواقي منها غير تركزي. صدفه يطلع لي والله مو دائما العب. لا لا تابعي تابعي. اي تابعيني. ان شاء الله. فاطمه قيدار تابعين. تطلعين بالفيس لو بالتيك توك لو وين؟ ما تدرين بيا وين اطلع؟ والله انت اذا انت اذا فتحتي كنتور تطلعي فاطمه قيدار. ما تدرين بيا وين اطلع؟ اي برنامج فتحيه يطلع لك. لا والله ما ادري يعني هيك نوبات بالفيس نوبات ترجعين تفتحين الانستغرام تروحين على البحث تكتبين فاطمه قيدار يطلع لك صورتي بها علامه زرقاء تدوسين متابعه ترجعين على الفيس تكتبين فاطمه قيدار يطلع لك اسمي بصفة علامه زرقاء تدوسين اعجاب يطلع لك اسمي على السناب تكتبين فاطمه قيدار يطلع لك اسمي بصفة علامه نجمه تعطيني اضافه صديق تحبين على التيك توك تكتبين فوق الاعلاميه فاطمه قيدار يطلع لك علامه زرقاء الشهر الان انا قرايب عندي هوايه صدق حتسوي الاعلان بقرايب اي 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 والله يعني يسحب بقول لي اشتراني جاء اعلاني انت لابسته يعني دراني معروفه بس سوي لي شو عاد اقبل ان شاء الله سوي لي اعلانات هاي شو تقولي لهم؟ اقول لهم شو اقول لهم؟ اقول لهم فاطمه قيدار تابعوها اي تابعوها وهي خوش بنيه وحبابه وشو اسمها شو تريدين؟ بعد امدحيني اريد اسوي لي اعلان ليش؟ اي اقول يعني شو اقول ايش مدريني انا مو ما تابعتك هوايه تقولين اني حسوي لك اعلان قالوا قرايب اي اي شو راح تقولي لهم شلون تقنعيهم اقنعهم يعني اقول لهم برامجها حلوه وشكلها حلو حبابه خوش بنيه مؤدبه ومستوره شريفه وكل شيء اخذت اللوجو زين بيها انا كلش فرحت بيك احنا الاسعد والله احنا الاسعد الله يحفظك والله والديك تسلمين مع السلامه عباية حلوه عليك قدامك عافية عندي نفسها مع السلامه شوفوا شوف خير انا خاله يلا خذي انا ياك زقت يا مواليد يلا صحيح لي خاله لا ما عندي وقت اصور الحلقه صوري يلا يلا اوكي خاله سمعت صحيح لي خاله مش يلا خاله لو بدون عادي لا لا مو تفرق عندي بدون يلا يلا ما تصوري يلا اوكي شكرا الف هلا مشاهدينا الكرام الله يساعد الله يساعدك الله يخليك شلونك اخوان لا احنا ولد خال تشابهون بكم راع يعني ابوي من عم ابوي وام اخت ابوي يعني بيننا ترابط يعني عمتي امه وابوي خاله يعني قرايب قرايب احنا من البصره حياكم الله من البصره لبغداد انت من البصره والله بخير ونعم حلوه البصره الله يجعلها انت امينه
والله اجينا حبينا نشارك ونسلم عليك، احنا من معجبينك ومحبينك ومتابعينك جدا. انت طبعا من الاعلاميات المحبوبات لدى الجميع، وما حد يخلي بيها عيوب او لون. مميزه والله، شكرا، تسلم. يعني ابدا ما حد يذكرك، ماكو انسان يذكرك الا بكلمه طيب. يا ربي دائم، يا رب دعم. وحبيت يعني انا مو شاعر بس حافظ. اسمع اي انا كلش طماعه، اسمع حافظ شيء بسيط لك بس الجو والكاميرا. واحب اهديه لبناتي. عندي عمري كم بنيه؟ عنده بنيات، سمعتوه؟ ما عنده بنات، عنده بنيات. الله يستر عليه. اي والله فرحك بيهن الله يوفقك ورحمه الله. يقول انتو يا كل شيء حلو بالدنيا هاي، يا ضوى عيوني وشريك رويحتي، يا ربح عمر وتعب ذيك السنين، يا نشيد وموطن وكل غيرتي. يا رب يجعل بناتك من البنات الصالحات اللي يعرفن طريق رب العالمين، شايلات سمعتك بالخير وناقلات صيتك لكل مكان بالزين. الله يوفقك مثل ما انت هيك تحب. ان شاء الله يكونون مثل اخلاقك ودول وجهك. اتشرف انت، اتشرف. نتمنى كل بناتنا يتابعونك احسن ما يتابعون عمري. الله يوفقك ان شاء الله. الله يبارك. كل شيء تشرفت وشرفنا. الف شكر، الف شكر، الف شكر. على البصره يوصل البصره راح يبرد الجو، يراد لكم زياره. اكيد اكيد. انتم شو وقت نزوركم؟ مني بغير الجو بالشرج، احنا ما نجيكم بعيد البصره. الجو بعد نص ونص. اي هي بعيده هسه. يعني تدري سياره وطريق ما نقدر. احنا حرنا من تبرد نجيكم قريب. جو حلو. اي صير قريبه تصير البصره، تنورين البصره وتشرفين. والله والله اني اللي اتشرف فيها. الله يخليك. ومتشرفه بجمهوري بالبصره، لان انا رحت ومشيت على الكورنيش اني والكادر واني وحدي، تفاجأت الناس جديد، تفاجأت ان البصره كلها تعرفني. الحمد لله. انت فارضه نفسك على الاخرين يعني انت طبيعيه على طبيعتك ما تصير. مشكوره معدل. سلم عليكم. سلمونا على القرايب اللي بيناتكم، عمتك وخالتك وهذول اللي سلمونا عليهم كلهم. مع السلامه. الله يوفقك. الله يوفقك. الف هلا. مشاهدينا الكرام شكرا بقد الدنيا. هلا شو لبسيني هذا التاج؟ سواء مالية التاج على راسي السادة يا مالك الروح وراعيها. شلونك؟ زينة. شو اسمك؟ أطياف. أطياف لبسك أنا هسه التاج؟ الله خبلين. يلا روحي الماما خليها كمل الحلقة. مشاهدينا الكرام أنا مستمرة وياكم. شكرا من كل قلبي لكل شخص يحبني يمدح بي ويحكي لي كلمة حلوة حتى لو بقفاية. أنا يوم أحبك وأموت عليك. تعالي نطلع فاصل أنا وياك. هاي شنو التنسيق من نسق أصفر وبرتقالي؟ خلينا نسق أصفر بأصفر. لو أنت حاسبة حسابك خلاص. هاي من يسوي تشلوك؟ انت عاجبك اصفر برتقالي؟ لان قريبات. يلا اقبل اقبل. شوفي انت عندك حق، باعي اللوجو هنا اصفر برتقالي صح، يعني مو لحالك انت ما تسوين شيء لحالك. مو زين. شو اسمك؟ ايلاف. ايلاف تطلعين فاصل؟ اوكي. شو تقولين؟ فاصل ونواصل. ذوق في شنو فاصل ونواصل؟ قد قديمه. من ظل يقول فاصل ونواصل؟ مشاهدينا الكرام انا وايلاف فاصل ونواصل. هيداد وبيداد شنو هالكآبة؟ منو بالمنو حموج يعني يابا 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 وريابة شنو لو لو شنو هالحر؟ ماكو شي بارد يفوت منه يابا. أنا والله إجا. منو إجا؟ شياو. أرى إجا هاتو إجا وهاو مو ثلاجاتي شياو، آس كريم وشلورة وموتا هويان فياكر إجا وهاو. يلا كلكم تعالوا هنا أطفال شباب جنو كياو، يقطع الفيتامينات الذوق شلورة شياو، ينزل بارد على قلبك بالبصرة القومي في الله بس رأتا قومي في الله. أرى انطيني آس كريم شياو صب للجماعة وناس ياو، انت لكل واحد موطع الناهي وناجي وسبا. حتى شوف هاي بزونه قامت تحكي تقول شياو، قامت تحكي تقول شياو، قامت تحكي. شياو اجود طعم، مواصفات عالميه وبجهود محليه. مساء الخير. مساء النور. شلونك؟ الحمد لله. شو هالجمال؟ انت ليش قلت حلوه؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. انت اهل تسبي يعني ما شاء الله ما شاء الله. وجهك هذا اللي يقول انا هنا. شكرا. والله تخبلين الله يستر عليك. شو تصير امي واخر انت تمام. حلوه. شلونك؟ هلا شلون هالجمال حبيبتي انت اجمل. هو دائما يقولون ذا الكيك حلو فالمصنع يكون كلش فخم وجميل وانيق ومرتب. حبيبتي مو صح؟ مو صح؟ صحيح والله صحيح. شلونك انت؟ الحمد لله. شلونك وياها؟ لا زين كلش.
صديقات لو مناقه فوت. ليش تقولين امي؟ ليش اشوه سمعتها واقول امي؟ لا تقولين اختي. اختي اي اختي صغيره. اقطعها حمزه لا تقول ام اختها. تراجعنا احنا. ايش قد فرق العمر بينك وبين اول طفل لك؟ انت الوحيده؟ لا لا عندي اخوي اكبر مني. ايش قد فرق؟ 16 سنه. يا عمري يا صغيرونه. انت ايش قد عمرك؟ انا 15. حلو يعني اثنيناتكم خلفتيهم سوا سنة بعد؟ هي أخوي 19 سنة وأنا 15 سنة. حلو زين. شنو نوع الدلال العايشة؟ يعني ما أدري. لو ما مدللة؟ لا كلش زين الحمد لله. صدق مدللة مدلليج؟ إيه. شنو نوع الدلال؟ تحسين أنت الأشياء اللي تريديها صعب تنوليها لو بس الأشياء الصح؟ حسب الشغلة بس يعني مدللتنا بحدود إنه حتى مثلاً لما ناخذ راحتنا وما ادري ما ادري يعني قصدك انا اوصلك اياها قصدك انه انت مدلله كل شيء تريدي بس عندك حدود لكل شيء تريدي يعني مو شيء صح خطا يناسبك ما يناسبك انت تسوي لي انا تريدي بس صح. بس الصح مدلله بس. زين ايش قد تصرفين شهريا؟ ما ادري. انت يمك يعني حسب الاشياء اللي هي تحتاجها اللي تريدها. اقل شهر واكثر شهر يعني بعي هي مو كشهريات مثلا كيوميات احنا نقول مثلا نوبات نطلع يعني حدود مثلا 100 200 نوبات يعني او مثلا نوبات نوبات يعني حسب الشيء اللي هي تريده مثلا نوبات اقولها فاتوره مفتوحه انت تريدين صرفي من انت مستلمه اي بالضبط هي نوبات ما تحب تستغل تقول لا ما اريد يعني ذاك مره كان عيد ميلادها اخذتها بدنا نشتري اشياء فقلت لها الفاتوره مفتوحه استغليني اليوم ما اشتريت يمكن تقريبا يعني هيك ب 45 اتذكر حتى يعني كانت ما محتاجه شيء عمري ما محتاجه شيء عمري والله. تعالي يمي هنا انا ردت اسالك لا تسمحي لي اليوم انت ام وانا عندي كل ام اسالها يمكن نفس السؤال بس الجواب يكون مختلف على حسب كل وحده وتجربتها شلون كانت التربيه وياك ايش ما تكونين واصلة مستوى ثقافة دراسة وظيفة أو مدارسة ما عندك ولا أنت أم فطريقة التربية تختلف عندك على حسب بيئتك وتربيتك شلون ربيتي أولادك بها فاحكي لنا هاي الفقرة المهمة يعني الأولاد أول شيء لازم نحبهم الحنية كلش يعني يعني لازم مطلوبة والشغلة الثانية إنه لازم بحدود يعني مو كل شيء اكو نوبات اطفال يبكون يردون الحاجه الا تطيها الا هيك احنا ما عندنا هيك شيء يعني التربيه بحدود نقدر نقول يعني الاشياء ونسوي لهم شنو شيء هم يحبوا هذا صح هذا خطا مو كل شيء نصفق لهم مو كل شيء نقول لهم اي وبنفس الوقت انه يعني نعلمهم اهم شيء التعلم من هو صغير يعني اذا من هو صغير انطيتيه مجال بعد الكبر ما نقدر يعني نعالجين الموضوع بالضبط اي يعني شنو اللي زرعتيه ببنتك منك شيء انت تعلمتي بهاي الدنيا فقررتي تزرعي لها اني بنتي كلش صغيره الله يحفظ بنتك ان شاء الله بعد كم سنه صير بطولي وهي احلى مني مثلك فمنها سمع علمتها مبادئ تعلمتها اني وهي كلش صغيره بحيث ان تحكيها يصفنون عليها انه كلش طفله على هاي المواضيع بس اني منها صغرسها حتى من تكبر ما لها عذر تغلط بهاي الاشياء اللي هي خط احمر فانت شنو الغرستي بنتك يعني علمتها تحترم الكبير ويعني تكون رحومه على الحيوانات احنا كل شيء عمري تحبين الحيوانات اي كلش والحلال والحرام هذا اللي اتوصل انا دائما يعني اقول انه مثلا الحلال والحرام يعني اكو بحاجات مثلا الناس تشوفنا يعني ها مثلا موضوع مثلا حجاب موضوع مثلا ميك اب هيك شيء انا اقول يعني هذا مو كل شيء اهم شيء طاعه رب العالمين ورضاء الوالدين انت بس من شيء بدون علم امك هذا الشيء كلش ضروري وما تثق باحد اي احد حلوه مثق معها حتى صديقاتي زين يعني ما اسوي علاقات قويه وياهم وكل شيء احكيه ما اثق لا ارادي مهما تكون قريبه عليها ما اثق يعني مهما يكون لان هذا الوقت يعني ما يعني اكو اصدقاء لا مقربين اي هسه انا عندي صديقه كلش مقربه ويعني كلش احبها يعني اخت بس يعني هاي جتي يعني شلون نقول يعني هيك صارت موجه خلخله بالمجتمع صارت الثقه معدومه مو مني ومنك من المواقف اللي نشاهدها ناس اليوم أنا سمعت هاي الجملة ناس تتكين عليهم وانت مأمنة انه هم ظهر قوي فجأة تكتشفي روش راح توقعين وما حد لازمك صحيح فحقك انه انت تعلميها بهالعمر الصغير انه مثق اي يمثق اي اي زين شلون علاقتك بالوالد الحمد لله زينة لطيفة لطيفة زينة نص استاو لا لطيفة تمام الحمد لله والشكر يا ربي شنو مخططاتك للحياة اكون ناجحة
بدراستي شيء اكيد يعني ما ادري شنو ببالك تسوين او تدرسين او تشتغلين؟ هي اكو هواي شغلات يعني مثلا لو تحقيق جنائي او يعني ولا تحقيق جنائي نحط الطبيه. طبيه شو ضايجه تحسسك الطبيه معدلها 50 فشنو طبيه يعني هي يعني يعني هي مو فتش مو فت طموح ثقيل ما حد يوصل طبيه بس عامله اسنان لا 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 مو مستواها بس انا اكثر شيء يعني طموحي تحقيق جنائي كل شيء ما تحب يعني طبيات هي تريد تحقيق جنائي بس يعني احنا جماعتنا دا يقولون لا ويعني مو مال بنيه وهي ايش جماعتنا جماعتنا كل شيء عندهم مو مال بنيه لا شارع مال بنيه لا الحياه مال بنيه لا السياره مال بنيه لا تروحين تقودين شيء مال بنيه لا تكونين كلها مو مال بنيه احنا قوه مروفه ارضين روحنا ترى الاعلام مو مال بنيه يريدون ما يريدون لازم اللوجو واطلع عاجبهم ما عاجبهم انا لازم اللوجو كل ان شاء الله يعني اي ان شاء الله علمي انسطر علمي المفروض تروحين ادبي لو قسمك لا كله يرهم يرهم على هو العلمي كل شيء يرهم هو اي صح بس انت بما انا مختاره جنائي اختصرها وفوت ادبي يعني ترى رايحه علمي وتروح ادبي احب الحفظيات ما احب الاجتماعيات مو جوج فجوة تدورين احشاء وامعاء واحياء وفيزياء لا ايشي صدرت ما بيها مجال كلش اي صحه وعافيه ان شاء الله حبيبتي احنا يعني شوق يعني نسيت الشعر كانك شعر ببالي كنت ادندن بيه قبل ما نبلش الحلقه تدري اي يقول لو ردت نسيته ذكريني بيه مو كنت ادندن بيه نسيت انا ما نسيت صدق اوقف يقول لو ردت اوقف وشت حيلي كون امه محمد كلها تدعي حبيت حلو حلو يعني ساني اذا اريد اتوقف على حيلي لا لازم الدنيا كلها تدعي لي الله لحق اوقف شو مسوين بي يا لعد الله يسعدك الله يحفظك ويستر عليك ان شاء الله او يعني انا كلش انعجبت فيك امانه الله واتمنى لك وادعي لك بالخير والبركه والله يجعل لك مستقبل مثل وجهك ربي يحفظك ان شاء الله لانه بس حبيبي بس لانه يمكن اليوم انت جميله قلبا وقالبا راح تواجهين ناس ما كنت ببالك راح هم حاقدين عليك ساي ضربت اي طبصي مواجهتها بعد 15 سنه واجه لحقتي كلهم هيك حبيبتي اي والله بس لا اكو زينين مع احتراماتي قرايب زين اكو هواي زينين والله انت مو معطيتها حريتها خلت تحكي براحتها اي بس الناس تاخذ على نفسها لا اشوف اللي ياخذ على نفسه يضرب روحه على الدخلل واللي ما ياخذ على نفسه يضرب روحه زين مو صحيح انا كلش فرحت بشوفتي والله اني اكثر وصدق انت اللي يقولون عليها لو ردت تقطعين الورده الغصن اللي بيها يقول لك فدوه جديات من قلبي طلعت يا حبيبي الله يحفظك ان شاء الله ويخلي لك ماما سمين حبيبي انت مع مين حبيبتي مع السلامه اشوفك بخير وعافيه فرصه سعيده انا اكثر مع السلامه مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم بحلقتنا لهذا اليوم من داخل منطقه المنصور بين اهلنا وناسنا بالرواد شارع اللي هو بين الرواد وبين ابو جعفر المنصور هواية اليوم تخبطات نشوفها من قبل قرايبنا أصدقائنا ومعارفنا ومو بس أنا دا أحكي عن الموضوع لا بشكل مباشر هواية ناس من تحكيهم تسألهم عندهم علة من قرايب أو من أصدقاء أو من معارف فنصيحة يمكن أنا هم محتاج هاي النصيحة أن الثقة الزايدة غلط ثقوا بالناس القريبة اللي تعرفون أسرارهم ويعرفون أسراركم داخلين بيتهم وجايين لبيتكم وخلوا لكم حدود شيئا ما تقدرون الحمد لله على كل شيء وهو الانسان بعد تاهت الله يساعدكم ساعد بختك شلونك الحمد لله بخير اخبارك الحمد لله بخير يصير منك صديقي شلونك بخير اسال عليكم شلونكم الله يسلمك تسال عليك العافيه شنو اخبارك من وين والله بخير ونعمه من الانبار ان شاء الله حياك الله وانت هم من الانبار ان شاء الله انت اصدقاء من ناكله هنا والله اصدقاء صرنا بالجامعه طلاب اقسام داخليه دامون ببغداد حافظت هاي تدري ايش قد يجون وياي طلاب اقسام داخليه كل حلقاتي لهم ايوه من يوكلك من يشربك من يغسلك هدومك والله احنا مو صعبه والله هي شوي صعبه لكن تعايشنا ويا الموضوع لكم كم سنه طلاب هاي السنه ان شاء الله مرحله ثالثه يا ما شاء الله الله يستر عليكم شنو جامعتكم كليه الصيدله جامعه البيان يا يابا صيدله يعني مو شي سهل والله ماكو شيء هو سهل بس بنفس الوقت ماكو شيء مستحيل صدق لعش عبالي يعني احنا هو اللي يريد شيء لازم يبذل جهد صح بس شويه الصيدله مو جهد عادي يعني ترى تو ماتش صعبه هي صحيح ثاني اصعب دراسه بالعالم بعد الهندسه المدني صح بس شنو واحد لازم يبذل جهد اذا ما بذل الجهد انت شلون راح تكون مستقبل جهالك انت ما متزوجين لا ابدا
لا ابد. ليش كانت عندك سوابق؟ لا ابد. يحسسني متزوج بالستينات بس لا ابد. زين يا موال ندم اني 2004 2001 يا عمري يا رب صغار اثنيناتهم. الله يستر عليكم. شنو اللي استنتجته من عمرك؟ شنو تحس النصيحه اللي انت هسه ماشي عليها او مقوله او فد هدف او فد شيء انت هسه مسستم نفسك على اساسه؟ والله النصيحه انا اقول اللي يفوتك لا تطير وراه، خليه يم رب العالمين. رب العالمين ما يعطيك شيء وما ياخذ، ما يعطيك شيء الا هو يندل بخير لك، وما ياخذ منك شيء الا يندل هو شر لك. فتوكل على رب العالمين وخلي كل شيء يمه. والنعم بالله بغض النظر عن اي شيء فهو النعم بالله عمري. والنعم بالله رب العالمين ان شاء الله يا ربي ييسرنا ويختار لنا ويمشينا. بس هواي اشياء اذا فاتتك وما ركضت لها تعتبر الفرصه الوحيده اللي بحياتك لا تنسى. فانت لازم تحدد انه هاي فرصه حقيقيه لو لا، هذا الشخص حقيقي او لا. مو كل شيء يروح منك هو راح لان هو مو خير. طبعا اكيد هذا غلط. اكيد هذا شيء، بس احنا كشيء عام قلنا انه هو الخير اللي اختار رب العالمين طبعا. والنعم الان هنا اتفق وياك. اي بس هي الفرص صحيح تجيك فرصه بالحياه مره واحده، لازم تستغلين انت هذه الفرصه، انت لازم تستغلين هذه الفرصه لانه رب العالمين مثلا هيئ لك هذا الشيء، انت لازم تستغلينه بالشيء الصحيح. مو صحيح؟ أكيد. يعني مرات نخسر اصدقاء عادي لو بهم خير كان راحوا. ها؟ يلا عادي جيب الكاميرا وتعال نصور وياك، جيب الكاميرا وتعال، شو راح وزعل؟ اكو هوايه ناس او فرص او شغل يمكن لو يعني انا مرات اتذكر اقول لو ما مبلش اشتغل من زمان، لو منتظره لحد هسه يلا اشتغل. بعدين اقول لا انا لو ما خجلانه مره وفشلانه مره ومستحيه مره كان ما عندي هاي الجرأه اليوم. والله شوف هو الخجل طبعا الخجل عدو النجاح. صحيح؟ اي اكيد. فلو باقي انه اجل الفرصه شو وقت اشتغل شو وقت ادخل، ما حدخل اعلام اصلا. اي صحيح. هو قلت لك انا نفس ما قلت لك، قلت لك الفشل عدو النجاح. فواحد اذا جت الفرصه يستغلها. شنو الفرصه اللي جتك واستغليتها وشنو الفرصه اللي جتك وما استغليتها؟ كل واحد راح يجي صور وياي. تسمح لي اصور وياه؟ اي عادي. يلا شكرا. اي عادي. ها هو الكاميرا هناك. انت ليش ضايج؟ مضايج. لا عاد اضحك. ما اريد اضحك. ما تريد تضحك؟ اي انا ضوجتك؟ لا مو ضوجين بس انا ما اريد اضحك. ما حلو الضحك؟ انا ما اريد اضحك، لا انا ما احب الضحك. ليش؟ والله احسن بعد. انا احب الضحك. انا ما احبه. لا يا روحي اضحك، انت بعدك صغيروني واسمر وعندك شامه بخدودك وتخبط. ليش ما تحب؟ ماكو شامه وماكو. هاي شامه والله، شنو هاي وصخايه؟ هاي شامه. وصخايه. بس انا والله تطلع لي بعد تطلع لي عادي. بس لا تقول ما احب اضحك. شكرا سيد. شكرا شكرا. تعال اني مومس. قولي فطومه. فطومه اي هذه تضحك لي مره. لا ما عندك اسنان. لا عندي. شو اشوفها؟ الله عندي. اضحك انا وياك مره للكاميرا حتى يصورنا حمزه ونطلع نخبل. والله والله, والله. والعراق كله يشوفك من تضحك. والله رايك خلنا نضحك نجرب. باو انا شباب اسجيكم وتروحون. دقيقه انا وياك نحسب لي ثلاثه ونضحك. اي اوكي. اي يلا واحد اثنين ثلاثه. يا عمري انت كره صغار تخبل. بعد لا تقول ما احب اضحك. لا اضحك. اوكي. اي باي باي, باي. مع السلامه. نرجع لكم. شنو كان سؤالك؟ ما رسالت صيدة لا لازم حافظ. لازم حافظ السؤال. قلت لي شنو الشيء اللي فرصة اللي جتك وما استغليتها؟ لا بالبداية تعريجا على كلام صديقه هشام انه من قال لك اكو شغلات انه من تفوتنا لازم ما نركض وراها. انت عرشت على الكلام هذا. هي صح اكو شغلات انه من تفوتنا لازم نركض نرجع نركض وراها. هي نصيبك بس يحتاج لها تعب. مثلا انا اليوم اتغافلت لنفترض مثلا عن صلاة الفجر. فاتتني صليتها بثمانية او صليتها بالتسعة. هذا الشيء فاتني انا اليوم، هذا لازم ارجع يتعالج. لازم يتعالج. فهاي اكو شغلات انه لازم اعالجها من تفوتني، اما اكو شغلات لا اكو هي اختيارات رب العالمين. نعم الحمد لله. الحمد لله. مثلا اليوم انا ردت طبعاً ما طلع لي طلعت لصيدله، فبالتالي انا اقول هذا اختيار رب العالمين. بعد انا لازم اكمل مجال بالصيدله. اكو اشياء مصيريه. انا اذا احكي على فرصه، الفرصه مو مصير.
طبعًا. الفرصة أنت تحددها، في حال استغليتها ممكن تصير لك مصير، بس أنت إذا معدلك حكمك لا طبعا الخيرة فيما اختاره الله. هو أكيد، هو أنا عرجت على هذا الكلام، أما الفرصة اللي ما استغليت، اللي ما استغليتها أنا يعني بعدنا احنا مقتبل العمر، فما اعتقد اكو فرصه كبيره فاتتني انا ما استغليتها او ندمان عليها. بالعكس يعني الحمد لله يعني اقدر اقول سابق زماني هنا. حلو، شلون؟ يعني شنو الاشياء اللي تقول عليها انا بهالعمر وسويت فلان وفلان وفلان اللي بقدي بعدهم ما مسوي؟ شنو يعني؟ الحمد لله يعني مو بهذا عمري، يعني بعد قبل هذا العمر يعني احس نفسي ان انا سويت هواي شغلات. غششنا شبيك، ايش دعوه ترى ما نحسد، ترى عيونه بارد انا وحمزه والناس. الوقت قصير والكلام طويل. لا عزيزي انطينا الوقت لك، انطيني انجازاتك ب 2001 ايش سويت بالنسبه لك. شوف يمكن اليوم انت بالنسبه لك هاي انجازات، بالنسبه لغيرك لا، فغيرك مو مهم، المهم انت مقتنع انه انت انجزت. اعتبر انا انجازاتي انه انا يمكن بعد مقتبل العمر والتزمت، انه التزمت الطريق الصح، انه التزمت رب العالمين، ما يعني صلاتك صيامك، صلاتي وصيامي حلال وحرام. اي الحمد لله والله كفو. اي بهذا يعني قبل هذا العمر وانا بدايه شبابي ما مشيت حظي. قصدك انه انت ما جت المراهقه اخذتك؟ اي هذا اكبر كنز ممكن اكتسبه، لان هذه الدنيا كلها فانيه ورب العالمين يقول ام الحياه الدنيا الا متاع الغرور. فانا اليوم لنفترض عندي عماره احترقت، هاي عادي تتعوض، عندي مثلا اي شيء بيت وقع، هاي كلها انا اعتبرها زائله. كل شيء بامور الدنيا يتعوض. يتعوض شنو الما يتعوض؟ الما يتعوض انه انت بهذا عمرك وبهذا وتضيع شبابك بشيء يغضب رب العالمين. انا فرحانه انه التقي بشباب شايفين رب العالمين هنا، شايف هاي من يقول لك خلي الله بين عيونك، فرحانه انه اثنينهم صغار، وفرحانه انه انتم المراهقه ما ماخذتكم، انتم ماخذيها. بالمناسبه انه صديقه هشام حافظ القران. يا عمري اجزاء معينة. هذا اكبر جزء اكبر انجاز بحياتي انا سويته اني حفظت القران الكريم. بالكامل؟ ولله الحمد عندي شهاده تقديريه. اللهم صل على محمد وال محمد. اكثر سوره تحبها واكثر ايه تحب اسمعها؟ اكثر سوره تاثر بي. اكثر سوره احبها هو القران، دائما كله يعني كله كريم وكله محبوب. طبعا بس اكو سوره تحسها قريبه. ايه الرحمن يعني عروسة القران، لكن احنا كلها الايات تمس قلبي. انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي سوره الزمر، وخاصه من اشوف نفسي ضايج اروح اقرا سوره الزمر، يعني سوره الزمر شيء ثاني. يا عمري الله يفتح طريقك ودربك ومستقبلكم بالخير. شنو الايه اللي تحب اسمعها، تحب تقراها اسمعها ممكن؟ لا اقول لك الايه بس مصطفى صاحبي يحضرها. صوتك حلو بالقرآن. يعني يقال ان زين سمعوني ايتين، انت اقرا ايه هو يكملها، خلينا نسمع صوتكم. هو يمكن كل واحد مقامه يختلف او يختار، ممكن خلاص كل انسان كل واحد بكم يختار ايه يسمعنا اياها، شو رايك؟ دللي على راسي لا ابدي بمصطفى. يلا مصطفى الخير البرد كبير ما اقدر اتعداه. يا يما الله يستر عليكم. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الله يحفظك وينطيك الحد ما يرضيك. شو الصوت الحلو، شو الصوت العذب اللي يشرح القلب، حتى احس اني صوتي اختلف يعني جديات يعني الله يستر عليك. هو يعني ولا صغرا بيش بس كل شيء يعني يضعف ويصغر. طبعا انا دا اقول لك اني شعوري بانه اني دارد اكمل الحلقه بشغف راح، انه صرت اهدأ لانه بعد القران يستمص اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم روح الله ينطيك صدق لحد ما يرضيك بارك الله بكم أنتم مبدعين والله أتمنى أشوفكم تقرون بجوامع بغداد بجوامع الأنبار ويتبنوا الحمد لله إحنا نقرأ بجوامع الأنبار لا لا بعد بغداد تنورون صوتكم ينور إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله والله الله يوفقك هذا إن شاء الله أفضل يا رب يا رب الله يفتح اللهم آمين الله. نورتوني شايفين اللي يقول له مسك انتم مسك حلقتي اليوم انتم اللوز هذا على البرياني شايف ايش قد طيب انتم لا بالعكس والله احنا عندنا الشرف انه التقينا بيك انا اللي شرف عرفتكم وتشرفت بوجودكم اضفتوا لي اضافه تموت وتجنن لا لا مو ان شاء الله هذه حقيقه هذه هديه مقدمه من راعي برنامجي اللي هو معمل الشياء وفخر الصناعه الوطنيه ما اعرف اوصل لك ايش قد فرحانه بيكم بس فخوره انه انتم بهالعمر صيادله وطلاب عايفين أهلكم صوتكم بالتجويد والقرآن الكريم يموت الله يحفظ الحمد لله نسأل الله أن يجعلنا كذلك وأن يثبتنا على هذا الشيء اللهم آمين ويهدينا ويهديكم للصراط اللهم آمين الله سلام الله سلام من على أهلكم إن شاء الله يوصل من تروح سلمني على إذا هذا المقطع لأمك وأب لا هم راح يشوفون هم متابعينك حلو خوش في التابعين متابعين يعني شهرنا بالانبار انا متابع هو انت مشهوره بالانبار ها ها يبقى ما حد كله يشوف الحلقه اللي طش طش ما قيس عشان وانت بعد انا اسوي قنبله اي نمبر 1 هو نمبر يعزك الله نسال الله ان يجعل عملنا هذا خالص لله وان يثبتني يا رب مع السلامه مع السلامه الله يسلمكم ايش قد من قرأ قلبي برد ما عندي هذا الشغف اللي بس أريد أكمل الحلقة لا صار عندي هدوء مو طبيعي الله يوفقهم ويوفقنا جميعا ايش قد حلو ويوفقنا جميعا ويهدينا ويهديهم للصراط المستقيم تعال 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 ايش دعوة عينك زرقة ما تباوى علينا ايش دعوة تعالي انتي شلونك ايش اخبارك تعالي وين اهلك وين اهلك؟ تعال هذا شو اسمه؟ هذا عمودي شو يصير منك؟ يصير هذا عمودي بنت اخويا ابن اخوك؟ لو اخوك؟ اخويا اخوك تعال تعال خلي يشوفك حمزه وين اهلك؟ هسه ايش دعوه درينا عينك زرقاء دندار على حمزه وين حمزه؟ ما عاجبه وين اهلك؟ ما جايين جايه وحدك؟ لا جيت وحدي جيتي وحدك زين يعني هذي كم مو امك ها من مصبغ اظافرك عزه هاي من مصبغ اظافرك شوفي هذا من مصبغين هو مو رجال عزه شلون تقبلني امك صبغت اظافرك لا احكي وياك انت شو اسمك اتظلمه شنو أصبغ أظافري. أنت شو اسمك؟ أصطومة أقول. أصطومة؟ يعني اسمك فاطمة؟ تعي حمك. أنا هاي كل فطومة أحبها. أنا شو اسمي تعرفين؟ ما أعرف. ما تعرفيني؟ أقوم أبكي إذا ما تعرفيني. أقول لك أنا شو اسمي؟ راح تحبيني هواية. ها. تعرفين شو اسمي؟ أنا راح أقول لك حمودي شبيك أمي؟ ها. روح. لا روح الماما.
سويت ولا الولد خاف؟ احكي وياك. ها تدرين اني شو اسمي؟ اسمي شطومه. شلون انت قلتي سطومه؟ اي اسمي سطومه. لا والله اسمي فاطمه. جي قويه بس اللي هو الاسم. انا اسمي فاطمه. شنو؟ ما مقتنعه انت؟ هلا شلونك؟ ما مقتنعه انت اسمي فاطمه؟ اي والله اسمي فاطمه. شنو؟ يا مام لا والله اسمي فاطمه. صدقتي لو لا؟ اي عادي ابقى اسمي فاطمه؟ اي يا طيب بوسه وروحي لماما. يلا يا يابا يا يابا باي باي. مرحبا. هلا شلونك؟ زينه. شو اخبارك؟ الحمد لله. شو الاسمر هذا المصيف محتر من كل حيله لابس كات وطالعنا؟ ايه. ها محتره حضرتك؟ لا ما محتره. لا ليش لابسه صلوخ؟ عادي ما محتره بس لابسه صلوخ لان حاره. ايه من جاي وياش المنصور؟ وينها ماما؟ انتي ماما؟ أيه. الله يحفظها لك. بعد من جاي وياك؟ ماما واخواتي اثنين. وينهم خوات؟ اني انتو خواتها؟ ما شاركون وياي؟ بنات خالتها. المن تحبين اكثر؟ انتي حبت باعتكم. اقولها المن تحبين تقولي اني ما تحبكم. والله ما تحبكم بس اني تحبيني اني لو هما انتي. أنا. زين ماما تعطيك فلوس اكثر لو بابا؟ هذا يرشوش لو جدي يسولك ماما. ماما انت شنو حاطه مسكارا؟ تحطين مكياج؟ لا بس مسكارا. شنو قلتي لابسه صلوخ؟ لا بس محتره حاطه مكياج. لا بس مسكارا. شو تلعبين علي؟ حاطه جليتر هنا وهنا. اي قولي ما حاطه. لا ها حاطه. اي صيري صريحه خليك قد افعالك. اي زين يا صف انتي اول. صغيرونه انت صغيرون بس بك البله. زين شو اسمك؟ عايلة. عايلة؟ من هاي شايفه روحك علينا عيني. من اسمك مو؟ اي اي. زين منو اكثر واحد تتعاركين وياه بالبيت؟ بنات خالاتي. بنات خالاتي؟ بنات خالاتي تعاركين وبنات خالاتك؟ ايه. منو اكثر واحد يضوجك؟ بنات خالاتك يعني. هم بنات خالاتك انه يضوجنك؟ اغير لك اياهم؟ كيف ننطيهم؟ كيفك لو تريديهم؟ كيفك تحبيني؟ اي شايفتني لهاي اول مره؟ شايفتك في التيك توك. وين تشوفيني؟ شلون تشوفيني؟ في التيك توك. شوفي في التيك توك تسوي لقاء. نفس لقائك هسه. اي راح تشوفين هذا اللقاء؟ ايش راح تقولين؟ اقرا انا ويا فاطمه قيدار. المن ابن قيدار؟ المن راح تدزين هذا الفيديو؟ ادزل بنات خالاتي. تخوريهن؟ اي قولي لهن اقرا انا ويا فاطمه قيدار. عيني سوي لهم حره. اي سوي لهم يلا على عناتكم. على عناتكم يا ويا فاطمه قيدار. اي مو وفاطمه قيدار ما شايفه روحها بقدك. اي يعطيني حبهن. يا امي يا عمري انتي باي باي. باي سوي الحمزه. باي باي. باي قولي طلعنا حلوات. اي قولي له طلعنا حلوات. اوكي يلا باي باي. باي يلا روحي لماما. عمري شو شايله خشمه عليها تتعقل وتتمشى تتغنج. مشاهدينا الكرام يعني ما شاء الله كتجمع جماهيري كلش حلو يجنن من قبل جمهورنا واهلنا وناسنا. حياكم الله. هلا حياكم الله. هلا وجود تضحك فدوى العمر. عمري فدوى شد المعجبين فاطمه قيدار. هذا بينكم اخذونه مو بينكم؟ لا لا مو بيننا بينكم بس هذا بس دول. شلونك؟ وقف فيك خل حمزه يشوفك. شلونك؟ زين. شو اخبارك؟ الحمد لله. شو هالرصعه الحلوه؟ والله فرحان لين شفتكم. بعد روحي وعمري انت. انا هم فرحانه لان شفتك. قد عمرك انت؟ اني عمري 10. 10 يعني صف خامس؟ رابع. لا رابع. رابع هسه صار عمرك 10. اي اي ما راح نبطلها. اول ما يصير عيد ميلادنا نصير 10. اي زين منو اوكح واحد بالبيت؟ اخوي الوسطاني. ام الوسطاني؟ انت كبير ولا صغير؟ صغير. بس القعده يعني هي اصغر منك؟ لا هاي تصير بنت اختي. بنت اختي؟ بنت اختي؟ اي امريكيه هي ما تحكي عربي. اوه هو ضيفة علي. انا ام فاين. ار يو اوكي؟ ار يو شور؟ لا ام شنج مو يم. ام هابي. ام هابي ناو. سبيك وذ هيم. كان سبيك وذ مي. سبيك اني ثينك.
اوكي لوك ات ذا كاميرا لوك ات ذس جاست سمايل ما عاجبها البنيه نفسيتها تعبانه حاره الدنيا ببغداد يعني هي بنت اختك اختك ايش قد عمر 25 سنه وانت 10 اي 15 سنه وين راحت ما ادري الغلط انت كم عندك اخوان عندك اخوان بينك وبين مين زين اكبر واحد عندكم ايش قد تعال يمي حمزه يكون تعال يمي تعال علي علي هنا هنا باوع باوع اكبر واحد بالبيت ايش قد عمره اكبر واحد اخ لو كلهم اكبر واحد أنا صغير عمره 10 أوكي الثاني صار 14 أوكي الثالث كيف راح يصير 18 راح يصير أكبر أختهم وين أختهم هاي عمري الله يسهل يا ورا الكاميرا خجلان أنتي أم أي كلهم زين أكبر واحد وحدة إيش قد مواليد هي مواليدها 2008 2008 وهاي بنتها 2000 هذا حسون 98 يدي حسون 98 أخوهم حسين إيش كنت مخافة أربعة ما شاء الله الله يستر عليهم إن شاء الله من أكثر واحد تعبك معكم اسمي أوكي Thank you شكراً سويتي لي طاقة يعني طيتينا باور جون تضحك راح تنشره لا راح نضمه على قبل بيت يمي أبد ما ينزل لا زين ليش ريدنا نشرح إحنا مو كل الحلقات ننشرها أكو حلقات يعجبنا ننزلها أكو حلقات لا مو حمزة هيك نصور أش نزلوها ما أعتقد ما عاجبني لا مو حتى هاي عوجه هاي عوجه لو اعدلها حتى اقدر حتى يتفاخر يا اصدقاء او يقول شفت فاطمه قيدر يا هو كلش معجب بيه زين احنا ننشر الحلقه بس نقص وجهك ما يطلع بس امك لا لا زال ما طالع من صوتك يا لا ما يعرفوني زين ننشر الحلقه بس نخلي سمايل على وجهك ليش لا خلاص خلونا سمايل على وجهك ليش لان هي مره هي شنو؟ مرة قعداني مو مرة؟ بس لا يعني تتعرفوا يعرفوك العالم أمك أمه مو كلش يعني مشهورة مو كلش بس بالعشيرة مو دولمتها طيبة وهيك اي اي يعني هس شوف أنا راح أفكر أنه لو ننزل الحلقة لو نغطي وجهك غطي وجه أمه غطي وجه أمه أم العراق الغيور أبو الغيرة أبو الشهامة ميد أبو بنت أختك بنت أختي هي صغيرة ها اي ليش منعوف وجه أمك؟ دي شوف أحلى من عندي لا انتي لا قولي انا لو منك اتباها بامي واقول لهم شوفوا وجههم شنو يعني ليش ما طلعوا الوجوه له ها ليش ما طلعوا له انت ستصدقت ما حد ما يشاق وياك ايش دعوه غير داشه ايش عجب ما قلت عمري عمري انا غير داشه يعني تخيل اصور الحلقه وانزلها وما طلع وجهك شلون اصير بها بركه يلا نمشيها لكم اوكي لا انت شنو مشتغل اعلامي قبل اي بس تطلعين علي سوالفك قال اطلعين عليك خوف الله عليك زين انا راح انطيك هديه ليش يعني انت جيت حكيت وياي هو انت شويه وغير انت عمرك 10 سنين صدق والله هاي هديه لك شكرا هاي فلوس كل نصرفن على كرشك اوكي ماش بك شو صفنت خجل ما اصدق ما خجل هو زلمه ما يخ اي لا لا تخجل بسم الله صحه وعافيه اشوفك بخير ان شاء الله خير يصيبك والله يحفظك يخلي لك ماما ودوع قلبي ويخليكم شكرا ويحفظك لاهلك هذا حمزه شوفه قول له طلعني بدون سمايل طلعني بدون سمايل طلعني حلو ايوه حلو اطول شويه لا كبار باي باي مع فرصة مع عمري فرصة أنا الأسعد يا عمري مع السلام باي يا عمري يا عمري شلون يحاجيني ويحاسبني لو شوي شد حيلي يقولي بعد ما اطلع من البيت بدون علم تحكي علي بيتي بعد اللي بابا علي مشاهدينا الكرام مستمرين احنا وياكم ما مستمرين خلصت الحلقة لو فاصل والله مشاهدينا الكرام كان عبالي خلصت الحلقة طلعت فاصل خلصت حمزة ده مشاهدينا انتو شاهدين انه انا مخرجنا شنو يسوي بحالتي طلعي فاصل ختمي رجعي بس بوجود جمهورنا خلصت الحلقة وما حد منتبه من الكادر انه هي خلصت ولا الوقت وياكم يمر صعب ولا يمر هو هيك غثة لا الوقت وياكم يمر بسرعة قد ما هو حلو قد ما هو مثمر قد ما انتو تضيفون الاضافات الحلوة دائما شكرا لكل جمهور اللي موجود خلف الكواليس شكرا لكل الناس اللي تجي بداخل برنامجي تسولف وتشاق وتضحك وياي شكرا معمل الشياو فخر الصناعه الوطنيه شنت وياكم اني فاطمه قيدار شكرا حمزه شكرا كريم شكرا حسن مع السلامه